رجعنا لكم ومعانا مجموعه من الشهادات. شهادات مش الشهادات الثانويه العامه. ناس بتشهد وتشهد للاهلي. العفوي شفناه قال ايه؟ وهو مغربي يعني كان يعني هو المنافس لحد اللحظات الاخيره للاهلي والزمالك في بطولات افريقيا. مجموعه من يا استاذ ابراهيم الشهادات لكبار الكتاب في مصر والوطن العربي. ابتدي من مصر. في مصر كتب الاستاذ سليمان قناوي رئيس تحرير اخبار اليوم السابق، كتب مقالته في الاخبار بعنوان الفرح النبيل. بيقول الاستاذ سليمان قناوي: اخلاق الفرسان النبلاء ظهرت بوضوح في تعليقات المدير الفني ولاعبي ومسؤولي النادي الاهلي على النصر الذي حققوه بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. لم تنس نشوة التتويج الجميع عدم الخروج عن النص. اعترفوا أن النصر جاء لاحترام موسيماني واللاعبين لنادي الزمالك، كما أثنوا على أداء غريمهم. الفرح جاء نبيلا بلا استعلاء أو هستيريا، وكان مضبوطا بقيم وأخلاقيات النادي الأهلي، فلم نسمع في كل التصريحات لفظا نابيا أو سبا لأحد أو تقليلا منه أو تندرا عليه. أتحدث عن المسؤولين وليس المشجعين. وظن البعض أن الفرصة جاءت على كأس من ذهب لرد الصعصعين لكل من تهجم على الأهلي. كم من حجر ألقي على قيادات النادي ولاعبيه، فما كان منهم إلا أن راكموه ليصعدوا بالانتصارات فوقه، فتطاول أعناقهم برج القاهرة جار استاد التتش، ويتخذونه لبنة لبناء فرع جديد أو إجراء توسعات بفرع قائم. ومع كل اختيار لمدير فني او التعاقد مع لاعب، كان التجريح ينهمر على اختيارات الاهلي، فضلا عن النصيب الوافر من السب للكابتن محمود الخطيب لاعب سابق بنادي الزمالك راهن بخروف على هزيمه الاهلي امام الوداد المغربي وتمنى هزيمه نادي بلده لان فوز الاهلي بعكننه. رمى الاهلي كل ذلك وراء ظهره وانشغل بالرد في الملعب وبالانجازات. زعموا أن الأهلي في ورطة بعد رفض فايلر إكمال التعاقد، فتدارك الأمر سريعا وأنهى عقد فايلر صباحا وأحضر موسيماني خلال 24 ساعة. صم الأهلي أذنيه عن كل الإساءات وركز على الأفعال، فكان الاحتفال النبيل. بص، أنت قريت أهم الجمل، لكن في جملة هو كتبها عن التنمر بقى. الناس اللي بتقول بتتنمروا بفلان واستاءوا جدا، ومنهم نقاط كبار يا اخي. لما حصل تهكم على الكابتن حسين الشحات وعلى اسمه لم ينتفض احد. دي ما كانتش عندهم جاي عند التنمر ده، كان لا يعني بكلمك في ايه؟ انا ماليش دعوه بالجماهير، الجماهير كل واحد ينتقي موقفه، حتى الاعلاميين. انما انا بتكلم على كبار الاعلاميين اللي انتفضوا جميعا ينتقدوا، واحنا معاهم انك انت تسيء الى احد، لكن ده مش طيب، مش موضوعنا. في الاخبار في الجمهوريه الاستاذ رضوان الزياتي قال لك عن الاهلي والزمالك: فوز الاهلي بلقب افريقي تاريخي من كل الوجوه، وهو لقب مستحق جاء بجهد وعرق وتخطيط من كل عناصر اللعبه في نادي القرن، بدايه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومرورا بلجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح والجهازين واللاعبين. وبيقول ان ده هو الاصعب وعليه ان يستمر في تميزه وحصده للالقاب القاريه. نفس المعنى تقريبا، كميه التحامل على النادي الاهلي والتركيز على سلبياته، وللاسف الشديد ان تخرج من منافس مش من حد تاني. تركيز كامل مع كل تحرك للاهلي. انا جبت مدرب، شانك ايه تقيمه؟ مالك يعني انت ايه يعني زعلان انه كان فاشل من وجهه نظرك؟ اتنين، جبت صفقه، ايه هتفيدني ولا مش هتفيدني؟ تخصك في ايه؟ يعني تخصك يعني انت تتمنى يعني تركيز كامل في تسفيه كل ما يحدث في النادي الاهلي، فتكون النتيجه انت مركز معايا وانا مركز معايا. مين هيركز معاك؟ انت مركز معايا وانا مركز معايا. شوفك انت بقى. فانت لازم يا استاذ ابراهيم الذي ينشغل بغيره مش ممكن هيبني.